شكرا لفرقتنا فرقة لالي الكويت دائما مبدعين وعنوات في المقدمه ليلى الدكتور قال ما خليتم وما بقيتم قلتوا كل المحاور وجاوبتوا على كل الاسئله لذلك نستثمر الوقت اكثر بدايه هذه الساعه المباركه وحياك الله دكتور عصام رئيس ديوان الخدمة المدنية سعداء بوجودك معنا بنت غريب على ليالي الكويت شكرا لوجودك حتى نضع النقاط على الحروف فهذه الساعة المباركة الله يبارك فيكم مساء الخير جميعا مشكور أخي نادر مشكور أختي ليلى يا على حسن الاستقبال واستضافتنا في هذا البرنامج الناجح جدا جدا وفرصة أن نوصل رسالتنا ونشارك أهلنا و من وابنائنا وبناتنا من الخريجين المعلومات والاشياء المفيده لليوم ان شاء الله راح نتناولها. فعلا دكتور هلا ومرحبا فيك دكتور عصام انت منت غريب على البرنامج ومنت غريب انك تي وتبشر المشاهدين واهل الكويت ببشارات حلوه وقرارات حلوه خصوصا ان هالمره القرار كان قرار سيادي من حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح الله يحفظه انه توفر وظائف جديده تكون هناك خطه جديده وانت تفضلت وتكلمت في البرومو اللي موجود مثل ما تكلمنا وشرحنا حق الساده المشاهدين عن خطه وظيفيه جديده قادمه باذن الله فيا تكلمنا عن تفاصيل هذه الخطه بشكل عام في البدايه شكرا ليلى <applause> الحقيقه النظره الثاقبه لقائد المسيره سيدي صاحب السمو امير البلاد الله يحب. شيخ مشعل احمد جابر الصباح حفظ الله ورعاه ما بدت فقط من 18 فبراير 24 وانما تبعها كان من العام الماضي لما كان المشهد واضح التعيينات كانت تمشي بدون خطه كانت مباشره عن طريق الجهات الحكوميه ما تمر على مجلس الخدمه ولا الديوان كان واضح ميزان العداله وتكافؤ الفرص بين المواطنين بدا يختل آه واضح ان ال... الاحتياجات ما كانت بناء على احتياجات العمل فكان بدايه النظره الثاقبه بدأت من 5 ديسمبر 5 12 لما اصدر سموه سموه للعهد في دا... ذاك آه قرار بوقف التعيينات علشان ياسس لنظام آه يبنى على خطه جه. لان انت ما فيك تبني خطه والوضع كان آه كان واضح المشهد إنه مو ماشي أقل التخطيط العلمي استمرينا الثلاث شهور أو أقل شوية يا 18 فبراير اللي ألزم الجهات الحكومية برفع كافة احتياجاتها الوظيفية إلى مجلس الخدمة المدنية منو مجلس الخدمة المدنية هو أعلى سلطة إدارية مكونة من خمس وزراء يرفعون خطتهم واحتياجاتهم من الوظائف إلى مجلس الخدمه يراجعها ويقرها ويعتمد الخطه هذه هذا هذا الامر السيادي او القرار السيادي شنو معناها معناها ان ما في توظيف وفقا لخطه للمسميات ما في توظيف بشكل فردي وانما بشكل جماعي وما في توظيف الا بناء على التخصص اللي يلبي متطلبات الوظائف اللي نحتاجها، فهو بالفعل احنا دخلنا في بدايه مرحله وضع خطه او المفهوم العلمي اللي هو تقدير الاحتياجات او اسسمنت، تقدير احتياجات الوظيفيه على اساس علمي. <تصفيق> 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 يعني انا خليني اثني اكيد كما حال كل الشعب يثني على هذه القرارات السياديه وشكرا ايضا انتم اللي اخذ زمام المبادره بايجاد صيغه جميله الحين انا قاعد اسمعها نظره التفاؤل اللي اسمع الحين في الصحافه مدونين يكتبون زيرو بطالة في الكويت هذا شيء يسعدني لكن الحين خلني أسألك دكتور وأنا جدا معجب حتى في طرحك اللي هو ما راح يكون تنظيري كثر ما هو واحد زائد واحد يساوي اثنين علشان الناس توصل لهم المعلومة بشكل أو بآخر لما أسأل الدكتور عصام وأقول له هل إحنا نعاني من بطالة بكون أنا أناقض نفسي نعم لكن شنو أسباب ومسببات اللي خلتنا نمر في مرحلة أشبه بالبطالة خرجين وايد سوق العمل ما قام يسع هل في تخصصات اصبحت باليه ما عاد نستفيد منها العرض اكثر من الطلب شو اللي خلاه نوصل لمرحله البطاله دكتور الحقيقه البطاله بالمفهوم العلمي هو ان السوق سوق العمل يتوقف عن انتاج فرص عمل وظائف بينما هناك ناس تحتاج للوظائف هذه الظاهرة ما عندنا بالكويت أبداً عندنا كما يعني تظهر الأرقام بنشوفها توالي نشوف الارقام يعني اذا اذا دكتور راح تنزل توالي ما احد راح عندنا عندنا أه خريجين من جامعه الكويت التعليم التطبيقي أه التعليم العالي التعليم العالي بشقيه البعثات الداخليه والبعثات الخارجيه هذا مجموع أه الخريجين يعني احنا قاعدين نوضح مع الساده المشاهدين احنا الكادر وظائف امامكم نعم. تبي تشوف هذه مثل ما ما تشاهدون مجموع الوظائف هذه عندك دكتور نعم مجموع هذه الوظائف خريجين جامعه الكويت 6046 خريجين هذه احنا اعتبرنا خلينا نقول انه 2023 صحيح 6000 جامعه الكويت التعليم التطبيقي 12580 الجامعات الخاصه داخل دوله الكويت 5329 البعثات الخارجيه 4153 مجموعهم 28100 تقريبا هذا 23 28 28100 28 هي مجموع خريجين اللي احنا علينا مسؤوليه توظيفهم نعم انزين كم عندنا وظائف؟ ايش كثر الدولة؟ اي مشكورة احنا قبل لا اقول هالارقام نقول الحمد لله ان احنا بالكويت الله, الله والله الحمد الله الحمد لله احنا بالكويت اللي دولة تقدر قادرة الى رغم كل هالظروف قادرين نوفر فرص وظيفية مثل هذه الفرص نشوف الفرص الارقام ارقام الفرص الوظيفية هذا الكادر وياك عندنا اول شيء الميزانية 24000 وظيفة هم. تقرتها وزارة المالية في الميزانية الداخلية لسوق العمل الحكومي عندنا من خمسة آلاف ونص إلى ستة آلاف ونص درجات المتقاعدين والمستقيلين هذول أيضا نقدر نستفيد منهم من درجات الوظيفية درجات وظيفية فإحنا صح. الحين عندنا تسعة وعشرين إلى ثلاثين ألف فرصة وظيفية يقابلها هناك اللي مساء عرضنا ثمانية وعشرين ألف خريج صحيح فمن البداية تسعة وعشرين ألف وثمانية وعشرين ألف فرصة بس هل هذا كل كل القصه مثل ما يقولون لا احنا عندنا نشيل من ال 28000 اكو بحدود 1200 يروحون للقطاع الخاص والشركات المملوكه للدوله جميل الخطوط الجويه الكويتيه شركه المطاحن واخره مع العاملين في القطاع الخاص بحدود 1200 القطاع النفطي يستوعب من 600 الى 700 شخص اكثر اقل على حسب والان ما شاء الله احنا شفنا افتتاح المحطات المشاريع النفطيه صحيح. هذه يعني محطه الزور, الزور وغيرها هذه فرص عمل تخلق فرص عمل صحيح فاحنا قاعد نتكلم عن اولموست 2000 نسحب من ال 28 ينزل عدد الخريجين الى 26000 نعم هذه واحنا هناك عندنا فرصه عمل تقريبا 29 الى 30000 فاحنا عندنا زياده العسكريه 3000 الله يفتح لك اخوي نادر القطاع العسكري عندي الجيش الشرطة الحرس الأطفال صحيح على فئتين الضباط وأفراد أنا يمكن ما عندي طبيعة خصوصية الأجهزة هذه الأمنية والخاصة ما عندي أرقام تفصيلية بس كلنا تابعنا حفلات التخرج مالتها صحيح نتكلم عن آلاف مو مئات وبالتالي راح ينزل عدد وايد عندنا فرص وظيفية اكثر وايد من طالبين الوظيفه. سؤالك هنا الجوهري عل. ليش عندنا انتظار؟ عندنا انتظار لثلاث اسباب دكتور انت يعني يعني وايد حلو ان انت قاعد تتجاوب معانا لذلك انا سعيد لكن في مثل ما تفضلت السؤال الجوهري ليش عل انا اسمع وانت تسمع وليله تسمع والناس تدري هل اللي قاعد على سنه سنتين ثلاث عدل شو اللي صار الحين اللي طلعنا مره واحده بهالاحصائيه هذه الجميله؟ اللي صار ان احنا انتقلنا من مرحله لا تخطيط الى مرحله تخطيط جميل. الان بدينا نخطط والان صار التوزيع بناء على احتياجات العمل ما نفصلها تفصيل على الاشخاص وراح نرجع بعد شويه يمكن على أه. إن شلون كان النظام السابق بس أه. الان انا آه بتكلم عن موضوع البطاله والوظائف ليش انتظار؟ ليش انتظار؟ السبب الاول ان هناك تخصصات او وظائف وظائف ما يقبل عليها الكويتيين، نبدا بالتعليم وظائف المعلم كيمياء، فيزياء، احياء، لغات بالذات لغه فرنسيه ما عندنا ندره فيها، رغم ان فيها امتياز مادي يصل الى 200 دينار. نروح للصحه هذول اكبر قطاعين التربيه والصحه، الصحه عندنا ندره في الممرضين، الصيادله، الطب المساعد. نروح حتى للتخصصات الانسانيه وهذا شيء غريب يعني وزاره الاوقاف عندنا ندره في الائمه والخطبه والمؤذنين ان وظيفه ما يقبل عليها الكويتين كوظيفه دائمه طيب. يعني فهذه أ... وقيس عليها كل الوظائف ب... او ب... ب... القطاعات بابا. العمل في الوزارات. كيف. هذا السبب الاول، بس ترى في سبب ثاني بعد الناس احيانا تفضل جهه عن اخرى، نتيجه لوجود حوافز ووجود امتيازات في هالجهه مو موجوده في جهه ثانيه، فيقول كان انا بنطر. فالانتظار هذا ياخر اللي اللي وراه واللي وراه واللي وراه. فهذه هذه اسباب تجعل الانتظار دكتور بالنسبه للسبب الاول اللي انت ذكرته انه ان الشخص في تخصصات الكويتيين ما يقبلون نعم. عليها أي. هل ربما يكون نقول نطرح السؤال للي أي. يدور في في بال المشاهدين هل ربما تكون المزايا اقل هل ربما يكون المسمم ما يناسب المتقدم هل ربما أنه يكون ما في حوافز معينه فشلون انتم شنو الحل اللي موجود الان في هذه الخطه احنا يعني راح نبدا ان شاء الله الجلوس مع كل جهه ذات نعم. اختصاص حاليا <تصفيقية> <تكلم> <applause> <تصفيق》> في, في حوافز الوظائف هذه اذا الحافز مو كافي ممكن نعيد النظر فيه ويتم زيادته اذا احيانا الحافز الشيء اللي يبعد الناس عن الوظيفه مو شرط الجانب المادي طبيعه العمل طبيعه العمل ساعات العمل ساعات العمل العبء التدريسي مثلا في في تخصصات صعبه ايام الدراسه وانا اذكر يعني مثلا ماده الفيزياء هذه حفره حق كل طالب علوم صعبه نفس نفس الفلسفه في العلوم الانسانيه فما بالك انت تدرسها قيس عليها الكيمياء والاحياء لان فيها تدريس وفيها مختبر وفيها شرح عملي وفيها شرح نظري ممكن العبء التدريسي يختلف ما يقال عن ذلك يقال ايضا عن الصيدله عن التمريض عن الطب المساعد طبيعه العمل تحتاج اعاده نظر فهذا الان فرصه الان نقعد نخطط لان احنا بدايه مرحله التخطيط نعم. في السابق يا دوب بس نلبي الاحتياجات والضغوط ضغوط الطلبات والترشيح جميل دكتور هذا كل ما يكون في في السابق لكن خلني ايضا في في اطار السابق قبل ما اروح الى تقدير الاحتياج اللي تفضلت عنه مع الجهات الحكوميه الان والخاصه في ما يخص خطتكم نعم. لكن انا وليلى قبل شوي في المقدمه قلنا احد الاسئله اللي وصلتنا يقول لك دكتور انا دارس هندسه ويوم قدمت على طلب ترشيح الوظيفه ترشيحي طلع بوزاره الاوقاف، التحيه والتقدير، لكن يقول لك انا دارس هندسه تقطني بالاوقاف. انا اضمن ان لن يرشح انسان الا في مجال وظيفته وتخصصه او في وظيفه تطلب مؤهل جامعي عام لكن وظيفه الهندسه موجوده اليوم في وزاره الاعلام والاوقاف والصحه والتربيه، كل قطاع من القطاعات فيها قطاع هندسي صحيح. كل قطاع من القطاعات في قطاع نظم معلومات وبالتالي إذا أنا بنظم معلومات المفروض ورايح أعمل في نفس عملي وبأخذ الكادر أنا رايح أعمل نفس عملي وبأخذ الكادر يبقى عاد هل أستطيع أنا أوفر فرصة عمل لكل إنسان في الجهة اللي هو يختارها هذا سؤال أنا يعني انا ودنا احنا بالديوان والمسؤولين والحكومه اني اوفر فرصه عمل لكل كويتي وكويتيه في الجهه اللي يرغب فيها نعم. حتى في الفرع اللي قريب من منطقه تمويم بس هذا عمليا ما يتحقق مم. ما يتحقق لان القدره الاستيعابيه لكل وزاره محدوده صحيح وال... ورغبات الناس ايضا متنوعه فصعب اني البي رغبه كل انسان في كل جهه عمل بس لك مني أن أنا علي مسؤولية من الآن وصاعد ما أعين مهندس إلا بعمل هندسي ولا أعين محاسب إلا بعمل محاسبي في وظائف ما تتطلب تخصص دقيق، اللي هو مؤهل جامعي مناسب، هذه ما في مشكلة هذا بس ردا على صاحبنا، يعني بالاخير التفقير. احنا ما عندنا وزاره اسمها وزاره هندسه على سبيل المثال ردا على صاحبنا في وزارات فيها تخصصات هندسيه صحيح. من ضمنها مثلا وزاره الاوقاف مثل ما وضحها لنا الدكتور كل وزاره مثل ما تفضل الدكتور تحتاج تخصص هندسي معين، لكن الان لربما التصريحات اللي ادليت فيها قبل لا تطلع معنا في اللقاء دكتور اللي اقتطع منها ان ما في مهندس راح يكون راتبه اكثر من مهندس اخر لكن الان تخصصات الهندسه تختلف اللي دار... صحيح ان كلهم يدرسوا يمكن خمس سنين الى ست سنين لا. لكن تخصص البترول غير عن ال... عن الهندسه المدنيه غير عن الهندسه الميكانيكيه غير عن الهندسه الكهربائيه وهذا في جميع انحاء العالم لا. ان كل مهندس وتخ... ويختلف سلم الرواتب وتختلف المزايا بالنسبه للتخصصات الهندسه المختلفه لا. فيا ريت توضح لنا التصريح اللي قلت مشكوره ليلى على هالسؤال لانه وايد الناس تسال صحيح انا احب اطمن ابنائي وبناتي الخريجين كادر المهندسين واحد والمزايا الماليه واحده في كافه اجهزه الدوله، وانا مسؤول عن كلامي. اللي يفرق شنو؟ اللي يفرق بعض البدلات اللي ما تدخل من ضمن مفردات الراتب اللي هي مثلا بدل نوبه، بدل سهر، صح. بدل طريق، هذه تفرق لان طبيعه العمل في وظائف فيها نوبه، في وظائف ما فيها نوبه. بعض الوزارات تاريخيا اجتهدت انها تحط نظام نوبه في جهات مراكز عملها. الان احنا كان لنا اجتماع سابق مع المسؤولين في وزاره التربيه في وزاره الصحه. احنا قلنا لهم وهذه غريب ان الديوان يقول يقول يا جماعه اذا عندكم نوبه طلبوا نوبه حق المهندسين، طلبوا نوبه بدل سهر وبدل انتو انتو هذا مهندس قاعد يلف على المستشفيات، هذا معلم مهندس قاعد يلف على مناط مراكز تعليميه يمكن في صباح الاحمد السكنيه في المطلع يستحق بدل معين بدل معين ليش لا؟ فاحنا نبي كل الوزارات تصير جهات جاذبه لا. والوزارات اللي يعني فاتحتها بحري مثل ما نقول المفروض ايضا البدل يكون لمن يستحقه. هذا ضروري خصوصا في ناس الان دكتور في مهندسين يمكن انشالت عنهم بدلات معينه مستغربين مثل بدل موقع. م. أي. لربما هم ما يروحون مواقع معينه لكن هم اخذوه من ضمن المزايا. من ضمن المزايا، الان انشال منهم. نعم. فهل هذا من ضمن الخطه؟ احنا مو احنا خطتنا ان نعطي لكل واحد قاعد يعمل اه حقه في البدل. جم. فاذا كان هو هم يروحون موقع يستحقون الموقع بس اذا بالنهايه بعد انا والله ودي اعطي الناس كل المزايا بس احنا كلنا هذه اموال اهل الكويت واحنا مستامنين عليها انا ش انا انا كرئيس ديوان الان اذا في بدل ما استحقه المفروض ما اخذه بس دكتور بنرجع للمزايا الماليه والكثير من الاسئله سواء عبر الهاشتاج او حتى المعده سلفا لكن وعدتك اني ابدا معك في موضوع تقدير الاحتياج الخاص في الوظائف والتنسيق مع الجهات الحكوميه والمعنيه من خلال الخطه اللي وضعتوها وين وصلت في هذا الموضوع يعني احنا في موضوع المسميات مثلا موضوع المسميات قطعنا شوط وهذا جزء من الخطه هم. ان في مسميات حاليه موجوده بس الوزارات ما كانت حريصه اصلا على تفعيلها بالتالي ما كانت تطلبها آه. آه آخذ مثال من ذلك وراح يمكن نهم بعد نرجع على مرة ثانية بس الحين ما دام الموضوع جميل آه خريج العلوم السياسية أول ما يطري على بالهم يقولوا احنا وزارة صحة احنا وزارة شؤون شنو نحتاج باحث سياسي أو باحث علوم سياسية مع أن الإمكانيات لخريج العلوم السياسية يقدر يعطي بأكثر من مجال صح. ولذلك في مسمى وظيفي عندنا من زمان موجود اسمه محرر اديتور صح المحرر هذا يراجع الاخبار يراجع البيانات الوزاره شلون صياغتها مدى ملائمتها فالان جميل. كل وزاره وجهه عمل تحتاج المسمى هذا وانا بذكر شلون شلون يعني احيينا المسمى هذا لما ان شاء الله هذه نفسها دكتور لما يخص الوظائف الراكده هذه نفسها ايوه أي. هذه هي الوظائف الراكدة اللي التخصصات اللي الوزارات اللي بعض الوزارات مو قاعده تفعلها نعم وشنو الاليه اللي اخذتها خلينا نحكي فيها هذا دكتور ممتاز، اذا الوظائف الراكدة اللي عندنا حق هالفتره هذه ثلاث مجموعات استهدفناها نعم. اللي هي يينا حق الوظائف الادبيه تاريخ الفلسفه أه، واللي وم... مثلها هذه وظائف أه، طبيعتها فكريه ثقافيه بس مو شيء عملي الا مجال محدود باحث تاريخي صح. باحث اثار انزين الجهات خذت حاجتها 15 20 واحد من الباحثين نعم. والبقيه شفنا ان مسمى منسق اداري يتطلب ما هو شروط شغل وظيفه منسق اداري مؤهل جامعي مناسب وخريج التاريخ وخريج الفلسفه يحمل مؤهل جامعي مناسب فاعطينا خيارين يا تنتظر باحث تاريخي لا. باحث اثار وموجوده الفرصه بس قليله انتظر او ان لا تقول و... وتقول والله انا درست عشان اثقف نفسي واوسع مداركي في المجال اللي احبه جميل. بس بالنهايه الوظيفه هذه رزقي فلما فتحنا فتحه المنسق الاداري الحمد لله 100% ما عندنا الان في الانتظار ولا خريج تاريخ ولا خريج فلسفه جميل جدا إذا بتكمل دكتور لأني يعني أبي أعقب على هالموضوع، إذا بتكمل بس بكمل باجي. على الوظائف فضل. الهندسية وعلى فضل. الوظائف الوظائف الهندسية ليلى جينا حق ثلاث تخصصات اللي آه هو تخصص الهندسة الصناعية نعم. وتخصص الهندسة الكيميائية وتخصص هندسة البترول. هذه أيضاً كانت وظائف راكدة صحيح انزين لما أنا ش... الجهات خذت حاجتها بس قليلة اجتمعنا مع الاساتذه من كليه الهندسه نوجه لهم تحيه الاساتذه من عميد كليه الهندسه الدكتور خالد الحزاع والدكتور اسامه الراشد راح يكونون يعني محطوط الحين يعني على الهواء نعم نوجه لهم تحيه يعني الحقيقه بداوا من من البدايه من سكراتش تحديد المسمى الوظيفي آه، الاستاذ خالد طبعا كلهم زملاء وحييهم عميد الكليه والاستاذ سامر راشد آه، رئيس قسم الهندسه الكيميائيه والاستاذ الدكتور مبخوت الدوسري آه، رئيس قسم هندسه البترول والدكتور آه، محمد <applause> الخضر آه، رئيس قسم الهندسه الصناعيه. شنو كان دورهم وياكم دكتور؟ يعني يشكرون عليه، اولا عمل تطوعي رغم التزاماتهم الاكاديميه، ثانيا آه، ساعدونا في انشاء بطاقات وصف وظيفي لمسميات جديده لتخصصاتهم مو هاي تخصصات الراكده صحيح قالوا يبا من قال لكم راكده؟ أه الجهات اللي مو ما ما قدرت تعرف الامكانيات فقالوا اكو شيء اسمه مهندس سلامه السيفتي انجينير هذا اليوم ويمكن الحادث المؤسف اللي مرينا فيه حادث المنقف الجهات الحكوميه الان استوعبت الدرس وقالت من الان وصاعد كل منشأة حكومية لازم يكون لها مهندس سلامة، مهندس بيئة، مهندس عقود ومشاريع الدولة قاعدة توقع بالجهات الحكومية بالملايين صح. اللي راجعون العقود إداريين ومحاسبين وقانونيين بس ما بينهم مهندس فوجه هذا المسمى فهذا المسمى الآن إحنا يوم تسعة سبعة طبعا تأخر ترشيحهم بسبب وجه يعني أه بشرة حق الخريجين التخصصات الثلاثة هذه لا. ترشيحهم راح يكون إن شاء الله بعد لقائنا يوم تسعة سبعة مع ممثلي الجهات الحكومية بحضور الأساتذة يشرحون للجهات التخصصات هذه شلون شلون بيشيلون الوزارات؟ شلون بي... بيحيونها بيحيونها، شلون بي... 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 بيقدمون نظام امني وبيئي و... وعقود ومشاريع ما نشوف فيها العيوب في التعاقدات وكذا من شبابنا وبناتنا اللي اللي اول احنا نقول تخصصات راكده، هاي مو تخصصات راكده، فهل. اكو بلد ينشد التنميه يقول عن تخصصات هندسيه تخصصات راكده فعلا فعلا آه الشيء الثالث تخصص العلوم السياسيه وهذا هذا على, على طاري علوم سياسيه تخصصي آه، مو تخصصي <applause> هذا السؤال جاينا بتويتر علشان تجاوب براحتك جاينا أيه. يقول نتمنى يجاوب الدكتور عن وضع طلبه العلوم السياسيه وانا من ضمنهم لنا الحين سنتين ناطرين ولا في اي تغيير وانظلمنا باخر دفعه ما ترشحنا وياها المايك لك دكتور تفضل ايضا مثل ما بشرنا اليوم تخصصات ثلاثه العلوم السياسيه راح يكون بالدفعه الجايه يعني نتكلم ترى عن اسبوعين او ثلاثه أه حي أه دكتورة هيلة المتشيمي زميلة ورئيسة قسم العلوم السياسية مع رابطة العلوم خريجي العلوم السياسية هم يوني وشرحوا وجهة نظرهم وراح يشاركونا بالورشة يوم تسعة سبعة مشكورين أن بيقدمون بطاقة وصف وظيفي لمسمى محرر أن خريج العلوم السياسية لازم يكون له مقعد في كل وزارة وجهة حكومية لأن ما في جهه تستغني عن التخصص هذا فهي. امكانيات وطاقات نقدر نستفيد منها كنا نعتبرها انها والله زايد على لا 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 الهندسه والعلوم السياسيه فهذه التخصصات الحمد لله بالخطة هذه وراح يطلع ترشيحهم يعني خلال أسبوعين أو ثلاثة إن شاء الله. إذا الله أراد وسهل دكتور في بداية حديثك على هذا السؤال أو جوابك على هذا السؤال ذكرت عن سالفة التخصصات الأدبية نعم. اللي هي مثل التاريخ مثل الجغرافيا مثل فلسفة. الفلسفة اللي سميتهم تخصصات راقدة وهي مش تخصصات راقدة قلت ان لا مسمى مثلاً منسق إداري مو رغبته يبي يعني يكون باحث تاريخ أو بيكون باحث جغرافيا لكن طريق يقبل الوظيفه لانه يبي يتوظف هل اذا من منطلق باب كسب الخبره نعم. توظف بالوظيفه وكسب الخبره وقاعد يكسبها لكن فتح باب وظيفه اخرى باللي إيه هو يبي برغبته الاساسيه اللي هي باحث او هل بالامكان انه ينقل على طول ام لا في نفس الجهة إذا كان بنفس الوزارة بسهولة نعم. يطلب تعديل مسمى بس بشرط ينتقل إلى مركز العمل اللي فيه بحث تاريخي نعم. اللي فيه يعني مثلا هو كان مثلا راح منسق إداري في المجلس الوطني الثقافة والفنون والآن المجلس الوطني طالبين باحث تاريخي بس طالبين عدد قليل لا. الآن زاد الاحتياج لا. يقدرون المجلس الوطني يحولون الشخص اللي عندهم إلى باحث تاريخي جميل فهذا بالعكس متوفر دكتور خلينا نروح للغة الأرقام 15 ألف, 15 ألف وظيفة كدفعة أولى أنا يعز الرقم أربعة 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 وأربعة كدفعة أولى نعم uh, كلمنا عنهم يعني الدفعة الأولى أربعة آلاف من أصل خمسة عشر ألف على أي أساس وعلى أي أثر تم ترشيح ال 4400 من أصل خمسة عشر ألف هذه كدفعة أولى متى الدفعة الثانية متى الدفعة الثالثة الدفعة الأولى وفق الخطة الجديدة أعطني تفاصيل أكثر الدفعه الاولى هي الدفعه اللي كانت جاهزه كتخصصات وركبت على المسميات الوظيفيه اللي موجوده اللي موجوده محاسب محاسبه تمويل ايضا محاسب يينا حق الوظائف هذه تاريخ فلسفه منسق اداري فاللي جاهزين سكنناهم سكنناهم حلو يينا حق الحين الدفعه هذه اغلبها راح يصير من التخصصات اللي كنا نسميها بالسابق راكده, راكدة. الان ان شاء الله خلال اسبوعين راح يطلعون <applause> عفوا دكتوري يعني ال 4000 وأربعة واربعين هذين مثل ما قلنا وكل واحد ومسماه حسب تخصصه الدفعه الثانيه اللي تفضلت في حضرتك يعني احيانا ما يسمى الوظائف الراكده راح يتم على بالضبط. اثرها بالاضافه الى هم التخصصات اللي هي كانت ماشيه محاسب قانوني كذا اللي الوزارات دخلوا احتياجاتهم تباعا تعرف الوزارات احنا يعني 40 جهه فقاعد يدخلون احتياجاتهم تباعا نعم بس الاغلبيه راح تكون من التخصصات الراكده هذه بينهم هالاسبوع يوم الخميس اللي فات رشحنا 360 دبلوم قانون احيي يعني الاخوان معالي وزير العدل ووكيل المساعد الشؤون الاداريه في وزاره العدل اللي استوعبوا كافه التخصص دبلوم دبلوم القانون يا جماعه احنا اليوم قاعد نتكلم عن اسماء ومسميات وارقام شنو قاعد نتكلم هذول صار لهم ثلاث سنين وسنتين شكرا ونص لا 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 الان لان كانت الفوضى في يعني عدم الخطه ما ابي اسميها فوضى ما كان بس في الخطة ما كان في كانت الاحتياجات تصمم على الشخص شخص يا يبي يتعين في العدل في الصحه في التربيه شنو تخصصك؟ جغرافيا مطلوب عدد واحد ذكر جغرافيا مطلوب عدد اثنين انثى كذا والباقي وشلون آه ما فك ما كان في خطه فكان آه ما ما كان فالان الحمد لله 360 دبلوم قانون آه تم ترشيحهم لوزاره العدل على طاري هذا الجزء يعتذر منك ليلى <applause> هذا كان من المفروض يعني هم نشير له في البدايه من ضمن الاليه الجديده <applause> انتهى موضوع الحين كتب الترشح من قبل الوزارة عدل دكتور الحين نعم. ما في نعم. شيء سالفة ان سبرني. انا اي كتاب ترشح من الاعلام على سبيل المثال وتعال يا نادر من عينك في الاعلام الحين الالية هذا اصبحت ما هي موجودة انا قلت ان في بداية حديثي ان النظرة الثاقبة لقائد المسيرة سمو الامير الله يحفظه لما حفظه. اتخذ قرار 5-12 كان اول شيء هو وقف كتب الترشيح الفردي هذه اللي كانت تفصل على الفرد الحين الاليه شنو دكتور الاليه الان الوزاره تحط احتياجاتها شفر. كلها ايه؟ كلها جماعي مو مفصله على شخص ايه. شنو الوظائف اللي تبونها حطوها ونرفعها الى مجلس الخدمه المدنيه مجلس الخدمه يراجعها يقترح اشياء يلغي اشياء وبعدين تعتمد ويتم الترشيح الي ترشيح آلي بعناته ما في تدخل بشري مو أنا أودي فلان الوزارة الفلانية وفلانة تبي تروح الوزارة اللي الثانية اللي عاجبها مثلا الشغل هناك أو صديقاتها هناك لا 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 هذا آآ آآ <تصفيق> <تصفيق> الآن يفرز آليا يفرز آليا اتخذت أنا القرار بناء على هذا التوجه العام خلاص أن من موظف الترشيح اللي هو نسميه إحنا إدارة الاختيار <applause> إلى المدير <applause> إلى الوكيل إلى رئيس الديوان ما حد له صلاحيه انه يرشح فلان ماكو شلون شلون القبول بالجامعه؟ يقدر الواحد عقب ما يطلع القبول الجامعه يروح حق مدير الجامعه يقول له والله انتم قبلتوا بنتي بالطب الله يخليك بالعلوم الله يخليك ودها الطب ما يصير فاحنا الان خلاص الي يعني واللي واللي بيتدخل الي بشريا إيه. شنو المعايير الاليه دكتور؟ المعايير الاسس النسبه اي اول شيء المعدل مم. آه ثانيا التخصص آه ثالثا الفتره اللي انت سجلت فيها بعدين عاد في اشياء مثلا حق الحاله اللي مثلا حق المتزوج العمر الاشياء هذه بس الاساس هو هو النسبه الاساس الاساس, الأساس هو اهم شيء ما في عدد اثنين ذكر أنت ثلاثه <applause> هذا عدد على عدد هذا ده. صار تاريخ. <applause> هذا بنحوله <من> <applause> الكتب هاي بنصورها ونحولها تلفيات تلفيات هذه دكتور في سؤال وصلنا بتويتر طالما احنا لازمنا في هذا الموضوع انه وصل رقم الهندسه الصناعيه بالديوان فوق ال 500 وهو من التخصصات مثل ما قلنا انه يوصف بالراكده هل راح يتم ترشيح الكل في الفتره الثانيه من الترشيح تبشرتهم أيه؟ وقلت الهندسه الصناعيه والبترول والكيميائيه نعم فالحين هل هل الكل راح يتم ترشيحه مبدئيا احنا يعني يعني انا ما ودي اعطي رقم قبل ما اجتمعنا يوم 9 7 بس مبدئيا في حدود ال 700 من التخصصات الثلاثه باذن الله بس الجهات راح يفاجئونا انا ادري يعني انا اعطيكم بس مثال واحد وزاره مثل وزاره التربيه فيها من 600 الى 700 مدرسه ومنشاه نعتقد كم مهندس سلامه يحتاجون يحفظ ابنائنا وبناتنا في المدارس ويخلي معالي وزير التربيه وهو رايح مكتبه يروح وهو مطمن ان في مهندس سلامه على كل مبنى وقاعد يرفع التقرير يسوي له ابلود ويفتح جهازه يشوف انه والله المدارس هذه ما فيها كذي نقيسها على معالي وزير الصحه شوف كم مستشفى منطقه الصباح صحية بس كم منشأة فيها وكم مهندس فعلا ان شاء الله الجهات تستوعب عدد اكبر واحنا احنا هذه البدايه يعني هذه الاعداد واقفه ترى صار لها سنت اكثر من سنتين وثلاث فاذا احنا استوعبنا في المرحله هذه خلينا نقول 70 80% من الارقام هذه فان شاء الله يعني يكون وايد علامة إيجابية في جميل فيها. جدا بما أننا إحنا لازلنا في نطاق التخصصات والمسميات الوظيفية اللي تكلمنا فيها نعم. عن الوظائف الراقدة والهندسة وغيرها أيه. أكيد في بطتكم هناك مجال مسميات او آه لمتطلبات العمل الجديده خصوصا ان هناك في تخصصات جديده في كليه مثل عبد الله السالم فيمكن تكلمنا قبل الهواء وقلت لي ان نعم. في بشاره لهم ان شاء أي. الله لا ان شاء الله يعني احنا رصنا للمستجدات في الخريجين آه ان في تخصصات آه حديثه قادمه ما لها بطاقات وصف وظيفي ما لها عمل ما فاحنا الان بدينا من البدايات قاعد نتواصل مع بعض الاقسام يعني تواصلنا مع كليه العلوم في جامعه الكويت ايضا في جامعه عبد الله السالم في تخصصات الامن السبراني الذكاء الاصطناعي جميل. هذول راح يتخرجون بعد سنتين ثلاث صح. الهندسه الطبيه ما عندنا بالكويت هندسه طبيه بس فهمت. اعتقد الان بدأت البرامج في الابتعاث سواء الداخلي او الخارجي الهندسه الطبيه فنبيهم لما يتخرجون ان شاء الله اكو بطاقه وصف وظيفي جاهزه ويعرفون وين يعملون في اي جهات جميل فانت من الان قاعد تهيئ لهم مكانهم في خطه ضروري جميل جميل. ضروري جميل. دكتور قبل اكمل معك بقيه الحوار وبعض المحاور المعده مسبقا في ذات الاطار في الحكي اللي حكيناه احنا وادي نركز على المهندسين يستحقون احد الاخوان قريت له كذي مثل تعليق يقول انا مهندس وتعبان على شهادتي يرشحوني كمدرس هل بالفعل يصير ترشيحه مدرس مهندس مدرس؟ صار بالسابق كمحاوله من الديوان لمعالجه الركود بس الحقيقه التجربه وهذا مو عيب احنا نكون شفافين مم. حاولنا ان بدل ما هم راكدين هالحكي قبل سنتين نعم آه وتم ترشيحهم كمدرسين بس التجربه ما اعتقد آه آه كانت كلها ايجابيات وبالتالي وقفت أوقفت ما في جميع المهندسين المرشحين لوزاره التربيه سيعملون في القطاعات الهندسيه نعم ويستحقون كادر المهندسين واذا عندهم بدل طريق بدل نوبه راح ياخذونه بعيد كلش عن الكادر التعليمي. دكتور في ذات الاطار بعد اذنك ليلى، الحين نادر طلع ترشيحه التربيه. اي انا اتكلم الحين وفق الاليه الجديده انا ما حاكيك دكتور عن السابق، طلع الترشيح بالنظام الالي التربيه نعم. ما يازلي انا ما ابي التربيه هل يحق لي الرفض؟ هل يحق لي ما يسمى اني ابحث عن الشاغر اللي موجود واروح للشاغر؟ وضح لي هذا دكتور ولا ما يصير؟ لا يصير بالعكس اولا المتقدم او المسجل يقدم يختار خمس رغبات جميل داية. اختار واحده منهم او تم ترشيحه لواحده من الجهات كان بها ونعمه. انزين لو راح جهه هو ما يرغب فيها. مع ان مسؤوليتنا ان نرشحه لذات الوظيفه مهندس مهندس محاسب محاسب صح. بس حتى لما رشحنا لنفس الوظيفه ما يبي الوزاره هذه جميل. بعد مرور عشرة ايام من ترشيحه اللي هو بدات يوم الاثنين الماضي جميل بعد عد عشر ايام عمل لا حق انه يرفض يرفض الجهه اللي رشحناها لها وسيتم حالات الرفض ويعاد ترشيحهم مره ثانيه شنو قلنا اليا اليا ما حد ينقي جل. حلو لان اذا انا اخترت وهذا اختار راح يصير اللي اللي دش قبل النظام الالي ميسته احنا حطينا معايير منو اللي له يعاد ترشيحه مثلا خلينا نقول أمية من التربيه راحوا أمية من التربيه و ما يبون جل. من اللي له حق يروح الوزاره الثانيه الاعلى نسبه جميل اذا دكتور قبل لا نطلع فاصل معك ومع المشاهدين ما هي ما هي تصوركم لمده الانتظار في الخطه الجديدة؟ آه يعني و انا اعتقد ان مثل اذا كانت التجربه الاولى مشجعه مثل هذه ان احنا اول دفعه 4800 واحنا الحين قاعد نتكلم عن الاسبوع الجاي راح تجي دفعه ثانيه وبعد اسبوعين او ثلاثه راح تي دفعه ثالثه تقريبا فمده الانتظار راح تقل وايد عن السابق ان شاء الله ما راح نسمع كلمه سنوات بس كم مده الانتظار هذا يعتمد اولا مدى ثباتنا على الخط اللي رسمه صاحب السمو في خطه التوظيف واحد اثنين مدى التزام الجهات برفع احتياجاتها حسب الوظائف وبعدين تغير الثقافه يعني انا اتكلم واحنا على الهواء الان بكل شفافيه دمي. وردتني يمكن من بداية الترشيح يمكن اذا بقول لكم 100 اتصال يومي ما ابالغ يومي ها ما بين اتصال ومسج وواتساب انه والله رشحت ولدي بالجهه الفلانيه واحنا كنا نبيها الجهه الفلانيه صح. انا اقول احنا زين متقبلين الشيء هذا في البدايه بس المره الجايه راح يقل بالمره الناس راح تتعود ان هذا يبغى فرز الي رئيس الديوان على عيني وراسي بس ما يقدر ينقل واحد من هالجهه الى هالجهه صحيح طيب. فهذا هذه مده ان كل راح, راح يترشح بتخصصه ممتاز بالضبط. بالضبط دكتور هو اكيد في تقرير بس ما عليه من خلال رصدك ومتابعتك هو شو اللي كان يخلي البعض يفضل هالوظيفه عن هالوظيفه هل مسميات الوظيفيه يعني يقول لك البعض تطرقت قبل شوي لهذا الموضوع انا وليلى من ذات الجامعه، انا وليلى ذات التخصص، انا وليلى في ذات الوزاره، ليلى باحث اعلامي مبتدئ، انا منسق اداري هي إيه راتبها زود عني ب 150 هل هذا الامر الحين توحيد المزايا الماليه، توحيد المسميات هل هذا راح يكون وارد في الاليه الجديده؟ توجه ان توحيد المزايا بين كافه الجهات بدينا خطوتين وهي ترسل رسائل ايجابيه مجلس الوزراء الموقر اتخذ قرار بتوجيه معالي الوزراء ان يصدروا مع توجيه للجهات التي ذات الكوادر الخاصه والمجموعات الوظيفيه اللي عندها كوادر خاصه انها توقف التعيين توقف التعيين ليش؟ عشان نعطي نفسنا فرصه نعيد النظر بالرواتب اللي قاعده تحدث فجوه بينها وبين الكادر العام يينا للجهات اللي داخل الوزارات اللي فيها مهندس ومهندس اي تكلم بشفافيه صحيح؟ الضرب على وزاره الكهرباء مم. الان وزاره الكهرباء قبل هالكلام يعني صار له يمكن خمسه وست شهور معالي الوزير اتخذ قرار ان البدلات التي لا ترتبط بالراتب ما تصرف بالسنه الاولى علشان ما يصير في انه والله حق الخريج انه يبي اروح لان هناك عندهم بدل وبدل وبدل. مم. الشيء الثاني اتخذ قرار انه من حق الوزاره التدوير مم. بين المهندسين بين القطاعات هي. لان بعض القطاعات فيها بدل وبعض القطاعات ما فيها. فكان في السابق يرفض ان لا 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 تودوني القطاع الفلاني لأنه ما في بدل. فالقرار الوزاري قال اللي يرفض راح نعيد نظام التسجيل. انت <applause> من حقك ترفض لان انت تحت تجربه صح السنه الاولى تحت تجربه، هذا يعطينا فرصه السنه هذه ان نتحرك ان نخلي مثل ما قلت انا ابي وزاره الصحه يكون عندها بدلات نفس الكهرباء نعم وابي وزاره التربيه يكون عندها بدلات نفس يعني ما ابي اخذ الجانب السلبي اني اخصم البدلات من الناس لا لا انا ابي بدلات حق الوزارات المستحقه نعم بس ابي اشجع الناس الفوبيا او عدم الرغبه إن ما ابي اروح هالوزارة ما عندهم شيء ما عندهم ميزة أو لا لا أبي كل الوزارات تكون جاذبة لأن بالنهاية كادر المهندسين واحد وصادر بقانون شكرا جميل جدا وهني فعلا انت تحقق مبدا تكافؤ الفرص بالطبع والعداله بالطبع والعداله, والعدالة والمساواه بدينا خطوتين يعني مو واحده خطوتين في البدايه الاولى الناس طبعا انا ما عندي عصا سحريه احقق عداله مطلقه يمكن البعض قال ايش معنى زين ليه هالجهه وانت تقول انت عداله وعندكم هالجهه فيها زياده تونه احنا بهالفتره البسيطه مجلس الوزراء الموقر اتخذ قرار، وزاره الكهرباء اتخذت قرار واحنا ماشيين ماشيين وقاعدين ندعو الوزارات التقليديه يا جماعه طلبوا بدلات حق موظف موظف ليلى سالتك خوش سؤال قبل شوي أه بس انا بسوي روحك أني ما سمعت لا قصه الانتظار وفق المرحله الجديده، انت قلت ان شاء الله ما في انتظار ولا انا كنا يتهيأ لا قلت ما في انتظار طويل ما في, ما في انتظار, في انتظار سنوات لا. ان كني سمعت ما في انتظار لا ما يعني سيظل في انتظار ما دام في ناس نفس السؤال اللي تفضلت فيه أبو طلال المساع انه والله تعرف. انا ما ابي الوزاره الفلانيه يعني برجع انتظر اكو عندنا بعد مشكله اخرى ان الناس كانت تنتظر مده اطول لانها تنطر الجهه الفلانيه اللي عندهم كادر انهم يفتحون. شكرا. صح فعلا. فهذا بعد يطول عليه صحيح. وهذه هذه ان كون الشخص عنده اكثر من رغبه يعني والله لو احنا بنظام شيوعي عين 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 خلاص ما في انتظار يوم واحد ماكو انتظار بس احنا امام ناس رغبات اكثر من رغبه وامام تخصصات كانوا يسمونها اول وزارات راكده، ليش براكدة؟ راكده؟ هذه علوم تساهم بالتنميه علوم صناعيه وعلوم هندسه صناعيه وهندسه وتاريخ وفكر هاي كلها مو راكده، فبدينا نصحح مفاهيم مفاهيم. فعلا هو قله التخطيط لربما مثل ما تفضلت والتخطيط هو اللي ساهم في مثل هذه المصطلحات، الان نبي نعطيك شويه بريك. نعم. بنشوف خدمات <applause> تقرير عن الخدمات الجديدة اللي يقدمها ديوان الخدمة المدنية نادر عبر تطبيق سهل لتسهيل الأمر على المراجعين بنشوف التقرير ونرجع حق دكتور عصام <applause> تسهيلات جديدة وخدمات إلكترونية متعددة وتواصل مع ديوان الخدمة المدنية عن طريق تطبيق سهل توفير الجهد والوقت على المراجعين من خلال عرض البيانات الشخصيه والوظيفيه والماليه ورصيد الاجازات وخدمه الاستعلام عن معامله وعن المسجلين في نظام التوظيف المركزي بالتطبيق اسلوب جديد يخلي الراغبين في التوظيف للاطلاع على المستجدات ظل الخدمات الإلكترونية اللي تقدم عبر تطبيق سهل لكل مؤسسات الدولة ساهمت بشكل كبير في تسهيل التواصل وتحسين مستوى وجودة الخدمات يا رب تكون الفايدة قاعدة تعم على المشاهد يا رب أتمنى ذلك لأن الدكتور عصام ما هو قصر على الأقل معانا في الأجوبة على الأسئلة اللي قاعدين نطرحها وحتى أنتو قاعدين تطرحونه، هذا سؤال واصل يقول اذا الله يعطيكم العافيه يزيدكم بركه وعافيه، تكلمتوا عن التخصصات الهندسه لكن ما تطرقتوا عن الدبلومات الفنيه، الدبلوم الفني دكتور يعني احنا حكينا وايد عن الهندسه، الدبلومات الفنيه ما يعني شنو نصيبهم في الخطه الجديده؟ والله اشكركم على السؤال لانه بالفعل نحتاج نركز عليهم، الدبلومات الفنيه اللي التخصصات اللي مشت اوريدي يعني بال 4444 مشوا بعض دبلوم مساعد مهندس كهرباء، مساعد مهندس مدني، بس في دبلومات فنيه كانت راكده. الان ان شاء الله ما في مهندس يعمل الا معاه مساعد مهندس. صح. فمهندس السلامه، مهندس البيئه، مهندس العقود والمشاريع راح يطلع دبلومات الفنيه مكمل لهم يعني على سبيل المثال عندنا دبلوم اعداده كبيره من تقريبا بحدود 700 شخص دبلوم تكنولوجيا التصنيع <تصفيق> <تصفيق> هذا ان شاء الله راح يكون نصيبهم مع ترشيح هذا التخصصات الثلاثه اللي قلناها راح يكونون مساعد للمهندس في الوظائف الهندسيه الجديده اللي راح نستحدثها في اكو دبلوم رقائق الكترونيه او كذا في بنات اذكر والله كانوا يراجعوني ويقولوا صار لنا ثلاث سنين ما ترشحنا. الان الحمد لله هم مشوا بعد مو مو هذا راحوا رقائق الكترونيه الدبلوم المتخصصين اللي يشغلون الريموتات وكذا والاشياء هذه. بلى فترشحوا مع ال 4444 جميل على فكره ال 4440 فاتني اني اقول ترى 270 فقط معلمين والباقي كلها وظائف متنوعه. 270 فقط معلمين فقط والباقي وظائف متنوعه فشمل الدبلومات هذه شمل الدبلومات الفنيه والاداريه الفنيه وغيرين. والاداريه، عاده الفنيه الدبلومات الاداريه والسكرتاريه هذه ما توقف نعم. لان في طلب عالي عليها جميل. سكرتاريه وال... لان بس الفنيه الحمد لله يعني الان ليله قبل تروح عن ما يخص تطبيق سهل ما ادري دل... في تواصل يصير بينكم كديوان خدمه وبين الكليات والجامعات فيما يخص التخصصات في تخصصات خلاص اعتقد انا ما اجزم ان سوق العمل ما عاد محتاجه او صار عندنا اكتفاء بهذا الامر في تواصل بينكم وبين الكليات والجامعات في هذا الجانب دكتور؟ والله انت دست على الجرح <applause> لان التنسيق بين الديوان والجامعه والتعليم العالي قائم ومستمر. بس انا اقول لكم كشخص اكاديمي قبل لا اكون رئيس ديوان انك تسكر تخصص او كليه او برنامج مو قرار مو سهل صح صح ويظل في برنامج صاحب التخرج وفي اساتذه وفي بس احنا دائما نقول ولا احنا الجهه كديوان خدمه مدنيه نقول حق الجامعه والله هذا البرنامج مو مناسب احنا نقول سوق العمل شكرا شنو يتطلب سوق العمل شنو يحتاج فانتوا طوروا برامجكم بما يتوافق مع سوق العمل آه اللي البكالوريوس ممكن تقلله وتفتح برامج الدراسات العليا آه البرامج لازم تكون فيها جانب عملي علشان يستوعب يستوعب متطلبات سوق العمل على فكره مساعده تكنولوجيا التصنيع اللي ذكرته لما راجعنا صحيفه التخرج لقينا انهم الشباب ياخذون ماده او مادتين عن سلامه, سلامة المصنع او سلامه كذا فهذا معناته عند المبادئ الاساسيه اللي يقدر يساعد مهندس السلامة في المنشآت الحكومية العامة جميل جميل جدا مثل ما تفضل دكتور عصام نتمنى أن من جميع الجهات التعاون مع ديوان الخدمة المدنية علشان توصلون بأكبر فائدة لأبناء الكويت راح نتكلم الآن عن الخدمات اللي توفرونها في تطبيق سهل المراجعه، احنا تكلمنا ان الحين نظام التسجيل راح يكون الي تماما نعم. باذن الله. بالنسبه للمراجعات، المراجعات هل راح نشوفها تقل؟ هل هناك طريقه؟ احنا ندري ان في هناك طريقه تواصل بينكم وبين المواطنين. هو احنا يعني في تطوير مستمر، الان وصلنا تقريبا اكثر من اه 24 او 25 خدمه على سهل اه واحنا في تطوير مستمر اه بس للأمانة الناس مع الخدمات وهذا وهذا شيء وايد زين الناس عندها شعور أيضا هذا جزء من الثقافة لا إذا رحت الديوان وكلمت فلان صح يمشي أنا أشوف الدكتور عصام يمكن أمون عليه يمكن أعرفه أيوة إلى حد الحين في اعتقاد صعب يا رجل إيه يعني شكرا قدوم الناس يشرح صدرنا وبالعكس إحنا عندنا يوم الثلاثة كل يوم ثلاثة استقبال جمهور ممتاز مع صح. وكيل الديوان فعلا وصالة صالة الاستقبال المراجعين يوميا يوميا نستقبل من 400 الى 450 مواطن ومواطنه وهذا بالعكس هذا يسعدنا لان التواصل احيانا ينبهك عن اشياء انت النظام الاداري مو منتبه لها بس احنا كتسهيل للخدمات قاعدين نطور ادري في ناس رأيك بترد تسال قبل لا تسالوني والتطبيق تطبيق الديوان تطبيق الديوان واجه مشكله عندنا ايش واجه مشاكل تقنيه بس احنا ما زلنا قاعد نقول علشان الرجعه لازم الرجعه افضل مما كان نعم افضل مما كان فشغالين عليه الحين شغالين عليه والان سوينا المرحله الاولى سوينا تيست على داخلي يعني موظفين الديوان قاعد يستخدمون التطبيق الان فقط ان شاء الله في مده قصيره راح يرجع للتطبيق و... والناس بس ترى الموقع والتطبيق سهل كهو مثل ما هو توجه الدوله الناس كلها متجهه حول سهل يقضي حاجات كثيره من حاجة. وهذا قاعد يعطينا البديل لكن في ظل هذه الرقمنه والتطبيق سهل دكتور تدري شنو واحده من احلام واعتقد واحد أغد... واحده من احلامك واحلام ليلى وكل من يتابعنا أي. انت تقول حياهم الله يراجعونا وعندنا كل ثلاثه صح في صاله الاستقبال أنا الكتب والأوراق صورة جنسيتي، صورة مدنيتي، جوازي، ميلاديتي، ليش أنتم ما تراسلون؟ أنا إذا ترشحت للوظيفة هذا إقرار مني إذن مني لكم أنكم تسحبوا كل متطلباتكم من جهات الدولة، ليش ما يكون في ربط ما بينكم وما بين مؤسسات الدولة؟ أنا ماشي ما الحين أربعة 2024 ملف وبيدي أوراقي وقاعد أوزع أوراق. آه، ما المفروض ما في مراجعة عندنا يشيل الأوراق جميل. تقديم على الوظيفة اي تسوي أبلود حق شهادتك وحق بطاقتك رقمك المدني بس ومعلوماتك واحنا رابطين مع جامعه الكويت شهادات الخريجين كلها عندنا فما في لا لا ما حد يراجع ملفك وروح وياك هذا ما هذا ما فيه لا 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 ما عندنا ما عندنا ورقي راجع ورقي لا احيانا الجهات تطلب يب كتاب من الديوان فانت تضطر تعطي الشخص اللي راجعك بال بالصاله كتاب من الديوان، بس احنا دائما الاوراق تراسل مع الجهات، رابطين مع التأمينات الاجتماعية، رابطين متاسم. مع جامعة الكويت والتعليم العالي، هذه بشكل عام يعني ومثل ما قلت احنا 24 خدمة عندنا على السهل، فان شاء الله يعني هذه جميل جدا، دكتور أنت اليوم أعطيتنا أكثر من بشارة ولا الحين ما ما خلصت للقرار بعد في أنه مؤخرا انتم اقريتوا بموضوع او يعني المجلس الخدمه المدنيه موضوع مرافق المريض صح نعم فيا ريت تبشر مرافق أي. المريض بال أه والله ليلى يعني أه راح تشاركيني اجر بشاره الاهالي الاسر اللي قاعد يعانون اللهم اميتك عوقهم في شيء من ضمن الاجازات اجازه مرافق المريض كان في السابق اللي رافق مريض عنده مريض مبتلي آه يرافقه ويطلع اجازه ست شهور معاه صح بس قبل هالست شهور لازم تصفر رصيدك من الاجازات يعني انت عندك 100 يوم 200 يوم لازم تخلصهم وهذا حرمني من رصيد اجازاتي وحرمني اني ما بعت من عرض الناس اللي كانوا يبيعون صحيح صحيح وبعد ست شهور ست شهور ويوم لازم ترجع الكويت لان اذا ما رجعت راح بدون راتب تنحسب لك فالان مجلس الخدمه المدنيه مؤخرا وافق على تعديلين اساسيين كمشروع مقترح للتعديل على مرسوم الماده الماده 45 من مرسوم الخدمه المدنيه التعديل الاول تجميد الرصيد اي واحد يطلع مرافق مع مريض رصيد اجازاته ما ينجاز جميل وهذا من حقي لأنه انا انا مو اجازه ترفيه شكرا انا انا اللي اللي مر بالتجربه هذه يدري ان من الصبح للساعه 10 بالليل صحيح يرافق المريض صحيح بالمستشفى صحيح الشيء الثاني ان تم زياده اجازه المريض من ست شهور الى سنه سنه كامله تاخذ بمرتب كامل سنه كامله سنه كامله بعد السنه ايضا تاخذ ست شهور بدون 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 راتب بس هي سنة كان من ست شهور صارت سنة جميل. طيب ليش حدينا سنة ليش مو أقل ليش مو أكثر هذا كان بالترتيب مع وزارة الصحة ومعالي وزير الصحة لا. دكتور أحمد العوضي له تحية بالفعل دعمنا في الموضوع هذا في مجلس الخدمة جميل. بناء على تقرير المجلس الطبي الأمراض المستعصية والأورام الخبيثة هذه تقدير العلاج في حدود السنة سنة. دكتور متى يتم تطبيق هذا القانون؟ احنا المجلس الخدمه وافق حلو آه، الان في مرحله صياغه مشروع القرار يقر مجلس الوزراء ويرفع لسمو الامير بيتنا. لتعديل على المرسوم ما راح يمس بيتنا. من رصيد اجازاتكم ومن ست اشهر الى سنه جميل. للمرافق المريض نعم. الله يزيك خير تقريبا عندنا ست دقائق آه، لك بالرياضه نلعب طاقه وباص سريع. اي قول حاجيك دكتور على قصه التخصصات من الجامعه وشيء من هذا القبيل، قلت انا ما املك كديوان اني افرض، لكن كنصيحه ابنائنا بناتنا اللي الحين خريجين، شنو اللي تشوفه كرئيس ديوان؟ تخصصات خلاص او تخصصات تقول هلا هلا فيها سوق العمل الجاي يحتاجها. آه شكرا هذا سؤال وايد مهم، آه تخصصات آه انا ذكرت بعضها الهندسه الطبيه. الصيدلة م. عندنا نقص التمريض التخصصات الحديثة هذه الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني هذه تخصصات على فكرة الذكاء الاصطناعي مو بس ذكاء اصطناعي بيور يعني حتى اليوم ذكاء الاصطناعي في المحاسبة في الإدارة في العلوم الطبية في العلوم أيضا هذه بتفريعاته آه هذه التخصصات اللي هي فيها مهنه. يعني راح تظل المحاسبه مطلوبه مثلا. صح. القانون مطلوب بس ما شاء الله الان عندنا في الفتره هذه على الاقل ما شاء الله هذه وفرت محامين. اي إذا الفائض دكتور شنو عندنا الفائض؟ يعني المحاماه مثلا فائض اطباء اسنان انا كذي اتخيل كذي فائض هذا آه يعني ماني قايل فائض بس الان يعني مثلا تخصص الاسنان في ما شاء الله اكتفاء عدد كبير. م. الابتعاث للأسنان تخصصات الأدبية والإنسانية أنا أفضل يعني ما أقدر ألغيها لأن هذه أساس الثقافة بس على الأقل توجه توجيه عملي يعني ركز يعني مثلا تخصصات اللي فيها تطبيقات عملية الخدمة الاجتماعية علم النفس هذه فيها, فيها شيء عملي يخدم هذه هذه التخصصات اللي بالفعل وجهها أولياء الامور والطلبه وابنائنا وبناتنا ان يتجهون لها نعم دكتور ما ما بقى شيء من الوقت لكن ما يصير تكون معانا ويكون معانا رئيس ديوان الخدمه المدنيه وما نسال عن البصمه مستجدات البصمه بايجاز دكتور عصام يعني البصمه عاده مو شيء الناس تحبه اي ف... <applause> والله بس انا بطرحها من الناحيه الايجابيه نعم البصمه أه عطت ميزه حق الموظف الملتزم حفظت حقه لان كان ناس مو ملتزمه وياخذون نفس امتيازاته البصمه مو هي اساس البصمه مو مو اساس الانتاج البصمه مو مو, مو معيار للجوده والانتاج والجوده بس البصمه تضمن لي الحد الادنى انا قبل لا اشوف جوده ابي اشوف التزام صحيح اذا ما في التزام الجوده يمكن تضيع خصوصا انا قاعد اتكلم عن 350 الف موظف صحيح فالبصمه ايضا تقييم الاعمال ممتازه شلون اثبتها اذا ما عندي بصمه نهايه الخدمه اخواننا غير الكويتيين قاعد تاخر معاملاتهم عند لما تنتهي خدماتهم وياخذ نهايه الخدمه لان اثبات حضوره وانصرافه واجازاته ما قلت لي في معدل دكتور كلامك على متمة قلت لي في معدل انت في التقييم 30% شيء كذي 30% الحضور نسبه الحضور فالان لما تصير في بصمه والربط الكتروني مع ديوان الخدمه المدنيه انا 30% هذه تحسب خلاص الكترونيا جميل فهذا يوفر متى راح يصير الربط كامل مع كافه الوزارات؟ آه، الان يعني تقريبا اكثر من نص الجهات ربطت ويانا الكترونيا وان شاء الله بقيه الجهات شقالين ويانا بس قاعدين يستكملون البنيه التقنيه نعم. مالتهم. خلونا احنا اخر شيء الله يرضى عليك. ايه. هل يتم تطبيق هل... البصمه دكتور على جميع الوظائف ام كل تخصص نظام البصمه فيه يختلف؟ هو على حسب الوظيفه او طبيعه الوظيفه عفو. مبدا البصمه على الكل والجميع، من ايه؟ مدير نعم. اداره الى كل موظف في الدوله. نعم. لكن هناك طبيعه اعمال نعم. اثبات الحضور والبصمه الالكترونيه يختلف صحيح. فالجهه لها انها تختار طريقه بصمه بس على انها تكون الكترونيه مثبته جميل. الان في بعض الجهات مقدمين اقتراح اثبات البصمه بالتطبيق تليفون صح صحيح. اول ما تدخل منطقه مثلا مبنى الاعلام هذا ايه؟ اه تقدر تبصم على ما تصفط تروحون البصمه يمكن الوقت عليك. ايه؟ فانت في محيط العمل دكتور على قفال بدقيقة الله يرضى لي عليك تولي. قصه الجمع ما بين الدراسه والوظيفه والدراسه او الوظيفه مع الحكوميه مع القطاع الخاص تجاوبني عليهم بشكل سريع الجمع بين الدراسه والوظيفة. والوظيفه داخل الكويت الان تم اقراره وما في اي قيد عليه ويمكنك تروح تلتزم تل... تل... مع اي جامعه بعد نهايه الدوام الرسمي جميل الدراسه اسف الوظيفه الحكوميه مع الخاصة الحكوميه والخاصه حاليا القانون يجيز يحتاج فقط موافقه معالي الوزير احنا نبي نبسط على الناس ان بنسوي تبسيط تفويض ان من الوزير ينزل الى مدير الشؤون الاداريه بس الان نحتاج الى بعض الاشياء الفنيه نحطها في القرار نعم دكتور عصام شكرا لك على رحابه صدرك شكرا على شفافيتك وشكرا لك على اداء واجبك على اكمل وجه كلمه اخيره تحب توجهها قبل شاكر لكم آخر. جدا الحقيقه حقيقة. يعني من اكثر من اسبوعين الاخوان في تلفزيون دوله الكويت والطاقم الفني اللي اشتغل معانا من البدايه اللي تشوفونها البيانات والعرض الحقيقه صحيح. جهد مشكور وانتم اليوم تتوجتوا بإبراز ابراز الاسئله اللي الناس كانوا ودها تبي تسمعه وتطمن عليه بالعكس وهذا الدور الاعلامي ما لا يقل اهميه لم يكن اكثر عن الدور الاداري والفني وان شاء الله نكون عند حسن ظن الناس احنا ماشيين في خطه اللي رسمها سيدي صاحب السمو وان شاء الله راح تكون تحقق طموحات الناس ان شاء الله, إن شاء الله. شكرا دكتور شكرا. عصام الربيعان رئيس ديوان الخدمه المدنيه اللي كان ضيفنا اليوم بارك الله فيك وعساك ذخر دائما شكر شكرا دكتور شكراً, شكرا لك شكرا لكل من تابعنا اذا الله طال عمر معاكم اللي قباشر باذن الله تعالى عليكم